وقت اللي راح قال لي قلت له إذا خايف ما تروح أم قال لي أنا إذا أنا مني خايف في أطفال معنا أنا الشيء الوحيد اللي خايف منه يموتوا أطفال قدامي إذا ماتت أطفال قدامي ما بقعد بتحملوا هذا اللي صار معه وقت اللي ماتت الأطفال قدامه ما تحملوا زاد حاله بالماي هون لهون نحن على لبنان هلا نحن طلعنا ناس مشاكلين لبنانيه وسوريه وعلى 24 قاصدين انه نحن نروح نعيش عيشه كريمه بلبنان يعني البلد مديون والوضع كثير سيء جدا جدا انا موظف بشتغل 17 ساعه بالنهار 25000 بالنهار يعني شو بدهم يكفوني انا وزوجتي ولا ممكن مستحيل فانا اخذت خيار اني لا بطلع وبجرب ان مشي الحال برجع باخذ مدامتي معي